2023 22 Maret 1444 Hijriah akan saya buka dengan kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو ولك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه
أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل فتعالى الله فتعالى الله فتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله
فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فنسي ولم نجد له عزما
فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو ولك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا ترى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة قال يا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى صدق الله العلي العظيم. صل وسلم وزد وبارك على رسولك.
رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Thank you.
ربنا إليك بتلاوة كلامك الكريم لتقربنا إليك زلفى وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من المقربين ربنا إننا تقربنا إليك بتلاوة كلامك الكريم أن تجعلنا وتلاميذنا وذرياتنا من العلماء.